أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجاوب الذي يأتيكم عبر إذاعة راي أف أم في رام الله وراديو بيت لحم 2000 وراديو نغم في قلقيلية ومن غزة راديو ألوان. في هذه الحلقة من تجاوب، طبعا نتيجة تراجع الزراعة صفى في بطالة، وفيها أيضا لا يوجد وزارات ومؤسسات تستوعب أعداد الخريجين. البرنامج الإذاعي تجاوب هو أحد مكونات مشروع تجاوب الذي يهدف إلى مد الجسور بين المواطن وبين السلطات المسؤولة عن خدمته ورعايته، وصولا إلى تعزيز المواطنة الفعالة التي تؤدي إلى زيادة تجاوب السلطات لحاجات الناس. من خلال برنامج تجاوب الإذاعي نسعى إلى المساءلة المتبادلة لصناع القرار وللمواطن. نتناول في هذه الحلقة من برنامج تجاوب واقع العمل وارتفاع نسبة البطالة، ولكن قبل ذلك نستعرض بعضا من أخبار مشروع تجاوب. نظمت اللجان المحلية وبلدية قلقيلية يوما ترفيهيا للأطفال في حديقة الحيوانات الوطنية من أجل التوعية حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ومعاناتهم. تأتي هذه الفعالية ضمن النشاطات التي يقوم بها مشروع تجاوب بالتعاون مع اللجنة المحلية في المنطقة. وقالت منسقة مشروع تجاوب شروق حجاوي أن المشروع يؤمن بأن العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية لها دور بارز في إصلاح المجتمعات وتنميتها وتطويرها، وأن هذه الفعالية أبسط الأمور التي تستطيع اللجان تقديمها تجاه هذه الفئة من المجتمع. من جانبه أكد معاذ زيد منسق لجنة قلقيلية أن اللجنة تعد لفعاليات في المدينة من شأنها المساهمة في العمل المجتمعي وإثراء التعاون فيما بين المؤسسات العاملة في المدينة. احتفل مشروع تجاوب الأسبوع الماضي بتوقيع ميثاق الشرف الخاص باللجنة المحلية للمغراقة والملالحة في قطاع غزة. حضر الاحتفال جمع من مواطني البلدتين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي في المناطق المهمشة المستهدفة. تأتي هذه الفعالية لإعلان التزام اللجنة بميثاق الشرف أمام المواطنين، والذي يعتبر أداة مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه مجتمعاتهم والتزامهم ببنوده التي تتضمن أهداف اللجنة في حل الإشكاليات العامة التي يعاني منها المواطنون بسبب تردي الخدمات العامة بالمغراقة وانعدامها في الملالحة. كما ويعكس هذا الميثاق الدور الذي تلعبه اللجنة في تعزيز وتطوير العلاقة بين المواطنين الضعفاء المهمشين وصناع القرار بهدف الرقي بالواقع الخدماتي في المنطقتين. في 28 الشهر أيار الماضي نظم أهالي فروش بيت دجن عرضا لأهم القضايا التي يعاني منها السكان، وفي اليوم التالي عرض أهالي أم سلمون مطالبهم أمام المجلس المحلي. تأتي هذه النشاطات كنتيجة لسلسلة من التدريبات التي يجريها مشروع تجاوب لتعزيز قدرات المجتمعات الشريكة على تحديد أولوياتهم والضغط على صناع القرار للاستجابة إلى مطالبهم. نعود وإياكم لنقاش قضية البطالة. ففي آخر تصريحات لوزير العمل الفلسطيني السابق أحمد مجدلاني قبل تنصيب الحكومة الفلسطينية الجديدة، أشار إلى ارتفاع البطالة في فلسطين بنسبة 26%، وأن 60% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 30% يعيشون على المساعدات الإنسانية. هذه الأرقام تزداد وطأتها في المناطق المهمشة والأكثر فقراً. في قرية فروش بيت دجن في الأغوار اجتمعت عوامل كثيرة لتزيد من معدلات البطالة هناك. الزميل فارس كعبنا من راي أفهم هذا التقرير. بعد أن كانت تستقبل ما يقارب على 700 عامل في سنوات مضت، وشريان الحياة يسري فيها بتوفر المياه والزراعة، حل الجفاف ليرجع قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى إلى خط الفقر وما دون. فالمنظومة الزراعية انهارت، وانهار معها مصدر الرزق الوحيد لمواطنيها. منهم من هاجر، ومنهم من ذهب للعمل في المستوطنات هربا من حياة بائسة، وهو ما يؤكده نائب رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حاج محمد. طبعا نتيجة تراجع الزراعة صفى في بطالة، لأنه كان بالسابق الموسم صيفا شتاء كان فيها 2000 دلم من الحمضيات، كانت تستقبل 700 عامل. بعد تراجع كميات الأمطار تراجعت هاي الزراعة ل 500 دلم الحمضيات، فمن هون أصبح عندنا بطالة. والبطالة هاي صفت أنه من شهر 5 لشهر 10 في بطالة، معظم السكان عاطلين عن العمل. هناك في عمالة في المستوطنات بيعملوا بظروف عمل صعبة، هناك ما بيعترفوش فيهم كعمل، ما بيعطوهم أوراق ثبوتية من أجل متابعة حقوقهم. شباب القرية من خريجي الجامعات كان نصيبهم من البطالة هو الأكبر، ما وصل بهم
إلى حالة يأس وهجرة مستمرة، كما يوضح المواطن عماد إسماعيل. كم من الخريجين حملت الشهادات برضو عاطلين عن العمل وبعانوا من بطالة دائمة، والمعظم منهم بتوجه يا للعمل في المزارع عند المواطنين يا للعمل داخل المستوطنات الإسرائيلية. في حالة يأس كبير هون عند الشباب، فبتطلع اليوم فيش عنده ولا إشي من الرفاهية ولا إشي من المعيشة اللي مليحة، يعني لا عنده كهرباء ولا عنده مي ولا عنده ولا مسموح لسكن ولا رايحة ولا جاي، فعنده حالة يأس كامل في الفروش الشباب عندنا. وفي هجرة، الشباب عندنا كادة المعظم قاعد بهاجر من الفروش. الظروف المعيشية السيئة نتيجة البطالة في القرية أدت إلى هجرة الكثيرين منهم بحثا عن لقمة العيش. خلينا هيك نعمل إحصائية بسيطة. بال 1966 كان عدد سكان فروش بيت دجن 6000 نسمة، الآن ما بتجاوز يعني بتراوح من 800 ل 1200 نسمة. يجب توفير فرص ومناخ للاستثمار في هاي القرية، وأنا شايف في فرصة كبيرة في الاستثمار بقطاع الزراعة. هون بقى على عاتق الحكومة إنها تخلق مشاريع، توفر مشاريع من أجل استقطاب هاي العمالة وهذا هاي البطالة الكبيرة جدا. فروش بيت دجن هي إحدى قرى الأغوار المهمشة التي وقعت ولا تزال ضحية لسياسة الاحتلال في تهجير الأغوار من سكانها وإهمال حكومي مستمر، وكل الوقائع على الأرض تشير إلى مستقبل غامض. لبرنامج تجاوب، فارس كعبنة، فروش بيت دجن. شكرا للزميل فارس كعبنة على هذا التقرير. وفي أم سلمونة قرب بيت لحم لا يختلف الوضع، فمشكلة البطالة هناك تزداد يوما بعد يوم. مراسلنا أيمن ربايع زار القرية وأعد التقرير التالي. هذه المشكلة بنعاني منها بشكل قوي جدا، لأنه في إقبال كثيف فيه على التعليم والتعلم في الجامعات الفلسطينية، وأصبحت نسب نفتخر فيها من الخريجين، إلا أنه بالمقابل لا يوجد وزارات ومؤسسات تستوعب أعداد الخريجين، وبالتالي أصبح عندنا في يعني كم يعني لا يستهان فيه من الخريجين والخريجات اللي هم بحاجة للعمل. هذا رئيس المجلس القروي في أم سلمونة جنوب بيت لحم محمود طقاطقة، الذي أكد أن البطالة في القرية كما سائر المناطق الفلسطينية تشكل تحديا كبيرا أمام فئة الشباب وخاصة المتعلمين منهم بسبب عدم حصولهم على فرص للتوظيف. أبو حمزة صاحب أحد المحال التجارية في أم سلمونة يقول أن ابنه ضحية البطالة، فهو تخرج متفوقا من قسم الرياضيات في جامعة بيت لحم، ولا زال يبحث عن وظيفة في مجال تخصصه، لكنه يعمل حاليا في محل والده لمواد البناء. الناس يعني وضعها مش كثير، يعني الشباب مش مخذين فرصهم، يعني سواء الخريجين أو العمال يعني بيطلعوا بتشرشحوا. عندي ابن خريج إلى 3 سنوات، خريج رياضيات من جامعة بيت لحم، حتى الآن يعني ما حالف الحظ وأخذ فرصته إنه يعني يكون، رغم إنه يعني الحمد لله يعني متفوق وكويس. وزارة العمل تنظر إلى هذه المشكلة من زاوية أخرى تتمثل في سوء اختيار التخصصات العلمية وإهمال الطلبة للتخصصات المهنية والفنية التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني بشكل كبير، كما يقول مدير مديرية العمل في محافظة بيت لحم محمد شلالدة. مهما حاولنا أن نحد من البطالة إلا أن البطالة عمالها تزايد سنويا نتيجة التخصصات اللي أصبحت موجودة في كافة الجامعات الفلسطينية، وعمالها تتكرر بدون التنسيق بأخذ الاحتياجات سوق العمل، ناهيك عن الأمور السياسية والاقتصادية والحصار الإسرائيلي اللي بيؤدي أيضا لتراكم البطالة. وكغيرها من القرى في محافظة بيت لحم، يتوجه العاطلون عن العمل في أم سلمونة إلى مكتب التشغيل في مديرية العمل بالمحافظة للبحث عن أي فرص للتوظيف أو العمل أو حتى للحصول على تصاريح عمل داخل الخط الأخضر. كوثر أبو جلغيف رئيسة قسم تنمية التشغيل في مديرية العمل أطلعتنا على أوضاع هؤلاء. قرية أم سلمونة طبعا في خريجين بيجوا عنا بيزورونا بيسجلوا عنا على النظام، احنا بنعرفهم على الآلية اللي بدخلوا فيها برضو على النظام عساس يتابعوهم مستقبليا وحدث أي تطورات تحصل سواء خبرات أو دورات أو باحثين عن عمل. برضو عندنا تقريبا 25 باحث وباحثة عن عمل من قرية أم سلمونة خريجين، عندنا عدد 14 تصريح للعمل داخل الخط الأخضر،
سارية المفعول. إذن فحل مشكلة البطالة يتطلب تضافر كافة الجهود من جميع الأطراف، بدءا من طالب المدرسة واختياره للتخصص والمجال الذي يتطلبه سوق العمل، مرورا بالمسؤول الفلسطيني ووضعه للخطط الاستراتيجية لتدريب العمال وتأهيلهم، وصولا لأصحاب الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة. لبرنامج تجاوب، أيمن ربيع، بيت لحم. للحديث عن موضوع البطالة ينضم إلينا أصف قزموز الوكيل المساعد لوزارة العمل. كانت هناك تصريحات لوزير العمل السابق الدكتور مجدلاني حول البطالة التي ارتفعت نسبتها إلى 26%. هل يمكنك أن توضح لنا هذا الرقم وما هي أسبابه؟ سيدي الفاضل، أولا يعني مشكلة البطالة في فلسطين هي مشكلة مزمنة أصبحت لها يعني تاريخ طويل، وبالتالي يعني نواجه منعطفات اقتصادية حادة، منعطفات سياسية حادة، اضطراب في الاقتصاد الفلسطيني وضعف وهشاشة وما إلى ذلك. كل هذه الأسباب وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي دائما يؤدي إلى إيجاد مثل هذه المشكلة، وهي ليست غريبة عن المجتمعات الأخرى، حتى أكثر البلدان تطورا موجودة عندنا. لكن إحنا يعني الخصوصية تكمن في وضعنا البائس يعني بأسباب الاحتلال والإجراءات التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني. الاقتصاد بمقدار ما يكون حر، بمقدار ما يكون نامي بشكل مستدام، بمقدار ما تكون مشكلة البطالة أقل حدة. طيب سيد أصف، لا يوجد الاستقرار. طيب. ولا يوجد النمو المستدام، وبالتالي كافة يعني خلينا نقول كامل الأوصاف يعني موضوع. طيب إزاء هذه الوقائع وهذه المعلومات، ما هي الخطط لدى وزارتكم للحد من البطالة قدر الإمكان؟ الوزارة خلال السنوات الأخيرة و2013 وحاليا 2014 قطعت خطوات كبيرة جدا في مواجهة موضوع البطالة الذي هو جزء من مشكلة الفقر أيضا، ويصب في مشكلة الفقر. وبالتالي تنظيم سوق العمل بحد ذاته، إعادة هيكلة السوق قطعنا أيضا شوط كبير فيها. وبالتالي هذا الأمر يعني لما تكون 25% يعني هي خلال سنوات عندما تقف عند حدود معينة، هذا يعني عدم زيادتها، أنه أنت أيضا تبذل جهد زي المريض اللي أنت لما بتوقف التدهور وما بتخليهوش يزيد بزيادة، فهو يعني جزء من النجاح في مواجهة المشكلة. لكن سيد أصف هذه النسبة ارتفعت عن العام الماضي، هكذا تقول الأرقام الأخيرة في تقريركم أنتم، وأيضا وفقا لتقارير صادرة من الإحصاء المركزي. سيد الفاضل، العام الماضي ظروفه تختلف عن العام الحالي. احنا قلت لك نواجه أزمات، الاقتصاد الفلسطيني عم بيواجه منافسة شرسة مع الاقتصاد الإسرائيلي اللي هو عمليا مهيمن على السوق ومجتاح للسوق الفلسطيني. السوق الفلسطيني مفتوح على مصراعيه أمامه، بينما السوق الإسرائيلية يعني محدودة أمام البضاعة الإسرائيلية، والقدرة على المنافسة أيضا مشكلة. زد على ذلك أنه إحنا تخرج الأعداد الكبيرة يعني وتزايد أعداد الجامعات، هذا يلقي بعبء كبير أيضا على سوق العمل. لدينا ما يقارب 45,000 طالب عمل جديد سنويا يدخلوا إلى السوق، بينما قدرة السوق الفلسطينية أو الاقتصاد الفلسطيني على توريد فرص العمل لا يتجاوز 5,000 فرصة، وهذه مشكلة. طيب سيد آصف، أعذرني على المقاطعة سيد آصف، هل هناك برامج محددة تعملون عليها الآن؟ نعم صحيح، إحنا هذه البرامج تتمثل بالآتي. أولا إحنا لدينا صندوق التشغيل الفلسطيني، أحد الأدوات التي نسعى من خلالها للتقليل من موضوع البطالة، وليس فقط يعني خلق فرص عمل من خلال هذا الصندوق، وإنما أيضا رفع كفاءة الباحثين عن عمل بحيث يكونوا أكثر قدرة على دخول السوق. لأنه البطالة ليس فقط أنه مش موجود فرص عمل، أيضا تكمن في الكفاءة خليني أقول، أو قدرة الطالبين الفرص العمل على المنافسة والدخول يعني إلى سوق العمل. إضافة إلى ذلك إحنا قطعنا شوط كبير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في مجال التدريب والتعليم المهني والتقني، وهناك سعي جاد أيضا لتحويل التعليم والتدريب المهني والتقني إلى مؤسسة شبه مستقبلية
تقل، وهذا إذا ما تمكننا أن نضع كافة الأدوات والأجسام العاملة في مجال التدريب المهني ونظمناها بقانون تحت مظلة مؤسسة عامة، أعتقد أن هذا سيساعد كثيرا على أن تكون البرامج أكثر واقعية، برامج التدريب والتعليم، وأن يكون أيضا توجه الفئات التي تستفيد من هذه البرامج التدريبية والتعليمية أكثر جدوى. شكرا لك في هذه المرحلة وسنعود إليك لاحقا، نستمع بعد قليل. بس للأسف هيني أنا صرت الثالثة ولا حدا فينا توظف، ولما الواحد يكون قاعد يعني لا بيشتغل ولا بيعمل شيء ومخلص جامعة ومعاه شهادات وعنده إكسبيرينس عالي، فهذا الإشي أكيد راح يكون ضغط شديد. في قطاع غزة ترتفع نسبة البطالة في ظل الحصار المشدد، ويزداد الوضع سوءا في المناطق الأكثر فقرا، إلا أن الشباب العاطلين عن العمل يجدون حلولا ولو بسيطة لمشكلتهم. إلى تقرير الزميل محمد السوافيري من راديو ألوان. بين فقر مدقع وبنية تحتية مترهلة، شظف عيش يرافق من أنهى دراسته ليواجه انعدام فرص العمل المناسبة للتحصيل العلمي. شباب وفتيات الملالحة واجهوا البطالة بحلول ذاتية دون الحاجة للعوز. أنا رضية، عمري 21 سنة، خلصت توجيهي في 2010، خلصت جامعة في 2014، حصلت في توجيهي على معدل 84.4، وخلصت جامعتي بثلاث سنين ونص باجتهاد مني، حصلت على معدل، خرجت بمعدل 85.4. كنت يعني أطمح ان يعني اخلص بسرعه علشان الاقي وظيفه، وقبلي كانوا اخواني اثنين متخرجين من نفس الجامعه بمعدلات فوق 80 برضه، بس للاسف هيني انا صرت الثالثه ولا حدا فينا توظف. ممكن هم قبلي كانوا، لانه اختي في 2009 تخرجت واخويا في 2010، هم ممكن طلع لهم بطالات، بس نظام بطاله 3 شهور او 6 شهور وبعدين خلص بكفي وبيقعد، بيقدموا امتحانات التوظيف بينجحوا في الامتحان، وفي كمان بيوصلوا للم مقابلات. مهن لا ترتبط بعقد عمل، ينظم الجهد والوقت والأجر، ولكن تحلق بصاحبها على جناح الأمل لمغادرة مساحات البطالة لتسد رمق الجائع وثغرة الفقر لحين الحصول على عمل ثابت ومال دائم. بالنسبة لمنطقة الملالحة، مشكلة هنا وضع الخريجين صعب جدا، الخريجين أغلبيتهم مساكين، لا بلموا بلاستيك لا بلموا أحجار، لا بيشتغلوا مع الناس أجرة في الزراعة والحاجات اللي زي هيك، فالوضع صعب كارثي جدا للأمانة. يعني بعرف يمكن 20 خريج بين شباب أو بنات كلهم قاعدين، أمورهم المعيشية صعبة، في منهم متزوجين حديثا ساكنين بالأجار، الأمور صعبة جدا جدا. إلا أول الأخير الحكومة، أنت تعرف الحكومات أول شيء بدها انتماءات حزبية أو حاجة زي هيك، الناس هنا خارج نطاق الأحزاب كلها، الناس هنا بس أمور تهمهم أمورهم المعيشية، ما لهم علاقة، منطقة مهمشة. نسب البطالة في غزة تجاوزت 39%، وتعدادهم أكثر من 160,000 شخص، وفي الملالحة استبدل هذا الواقع المرير بوظائف بديلة لحين إيجاد عمل مناسب. الاسم سلام حسن سلام الراش، العمر 28 سنة، خريج جامعة الأقصى في 2009، تخصص لغة عربية وأساليب تدريسها، قاعد يعني اشتغلت بطالة واحدة كانت وكالة الغوث نظام عقد، بعدين قاعد طبعا الأعمال حرة، بعدين صرنا فيش حد مدور طبعا على الخريجين، نشتغل مرات لم شمع، يعني تتوقع انت واحد خريج المفروض يكون مدرس أو إشي بيروح لم شمع يشتغل في الخضرة بالساعة، طبعا بدك توفر لقمة العيش انت، فمجبور انك تشتغل اي شغلة، نظام الساعات في الخضرة الزراعة ايش زي. قليل دائم خير من كثير منقطع، وهذا واقع يترجم برعي غنم او بيع خردة وشمع او تدريس مجاني، ليبقى الامل بالمساواة بفرص عمل مستقبلية تحقق الاستقرار المأساوي وتنهي معاناة البطالة. من الملالحة ولبرنامج تجاوب، محمد السوافيري. ونبقى في الملالحة، فعلى الرغم من الفقر والتهميش، إلا أن الأجيال المتعاقبة في الملالحة تسعى لتحسين أوضاعها من خلال زيادة التحصيل العلمي، إلا أن واقع الحياة يكون في المرصاد. إلى تقرير الزميلة تغريد العمور. فرحة التخرج مزيج بين جهد وفرح ودموع وصبر، يتوج بفرصة عمل ثمارها مستقبل ينتظره أي خريج وخريجة، ولكن في الملالحة هذه الفرحة لها طعم آخر. هاني أحمد وقات، سكان الزيتون، قرية الملالحة، خريج بكالوريوس السمعيات، حصلت على دبلوم تربية
تربية خاصة من جامعة قادس سويس في القاهرة. طبعا المشاكل اللي نفس مشاكل جميع الشباب يعني ما فيش وظائف، يعني لدرجة انه حتى يعني امبارح كان اختبار التوظيف في الحكومة وقدمنا وان شاء الله خير، لكن ما فيش يعني فيش اي تجاوب. مشاريع صغيرة، مشاريع تشغيل مؤقت، مشاريع تشغيل خريجين، كلها وسائل إسعافية لا تدوم برغم ضيق الحال وقلة المال. والتجربة خير برهان. نصر الملالحة خريجة لغة عربية وتربية إسلامية من جامعة الأقصى، فمش لقي شغل يعني قاعدين مش على قدي، في كتار مثلي ويعني متخرجين بمعدلات عالية مش لقين شغل ولا إشي، وتخصصات متعددة يعني ومش لقين شغل يعني، وحتى البطلات نادر لما الواحد تطلع له. وأنا هي تخرجت بيدوب يمكن مشروع بطلة واحد خلصته، تخرجت من 2010 وهنا قاعدين. ايه سجلت في الوكالة للحكومة ففيش حدا يجاوب معانا، فكل ما بنروح لمكان بيقولونا لازم بدكم واسطة وإشي زي هيك، وإحنا فيش إلنا ظهر مسح. أنا أهلي أصلا ناس بسطاء، فأنا يعني كونت نفسي مني فيني يعني، كانوا أهلي يعني صح بيساعدوني، بس أنا كنت بشتغل يعني بأي إشي بشتغل يعني على المواصلات على الكتب على الإشي اللي زي هيك، وكان في الجامعة يعني شوية قروض وإشي زي هيك، فمن وين بيجيبولي يعني؟ مثلا أنا بقدر يعني في الإجازات إشي زي هيك، مثلا يوم ما بقيش علي جامعة بروح بشتغل في أي إشي. يقال العلم سلاح، ولكن سلاح دون ذخير، كشهادات دون عمل لشباب وشابات الملالحة. برغم وجود حلول أكدت عليها ميسر الحسنات عضو اللجنة المحلية عن الملالحة والمغراقة. هذه المنطقة فيها حوالي تقريبا تجمع سكان حوالي 2700 فرد ما بيشتغلوش، فإحنا يعني بنحاول إحنا من خلال برنامج تجاوب إن إحنا ندور لهم على فرص عمل، أو نحاول كمان إن إحنا ندور لهم نبحث لهم عن مشاريع تنموية صغيرة يقدروا يبلشوا منها، ويعني هذه كخطوة أولى يعني إلنا إن إحنا يعني هذا التحرك يعني اللي إحنا بنتحرك خلال الفترة اللي جاية. هي حلول منقوصة بفرص غير دائمة، لكن مسيرة العلم ونيل الشهادات مستمرة في الملالحة كالعصا في دولاب البطالة إلى حين انفراجة الحال. تغريد العمور لبرنامج تجاوب الملالحة. شكرا للزميلة تغريد العمور من راديو ألوان في غزة. والآن نستعرض إياكم بعض الآراء التي جاءت على صفحة تجاوب على فيسبوك حول موضوع البطالة بشكل أساسي وحول مواضيع أخرى. قصير زماني يقول: أهم مشكلة في مجتمعنا وخصوصا في غزة، لأن البطالة تفوق الحد الأعلى بكثير، وإن شاء الله نكون قادرين على أحداث تغير في مجتمعنا الغالي. مروة أبو عودة تقول: عدم تكافؤ الفرص والوسطة والمحسوبية في التعيين أحد الأسباب الرئيسية لزيادة نسبة البطالة في المناطق المهمشة أكثر من المناطق الأخرى. المهندس محمد رياض: أنا مهندس تخرجت منذ سنتين ولم أجد عملا إلى الآن. محمد الرغبة: يجب على الحكومة تغيير منهجيتها وأساليبها في التوظيف ووضع حد للبطالة، لأن فكرة الهجرة خارج البلاد أصبحت متداولة حول الشباب. وفي تعليقاتهم حول موضوع حلقتنا الماضية المياه يقول راسم شبيطة: إذا الناس بتوفر لم تنقطع المياه. أيوب حسين: التوفير في استخدام المياه وحل مشاكل البنية التحتية من الحلول، والتقييم 60% خلال الصيف. كانت هذه مجموعة من تعليقات فيسبوك، يمكنكم التعليق بالدخول إلى صفحة تجاوب. نعود لمتابعة تقارير هذه الحلقة ومع الزملاء في راديو ألوان، ولكن هذه المرة من منطقة المغرقة، حيث يساهم مشروع تجاوب إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في طرح قضاياهم أمام المسؤولين وبجرأة، وذلك من خلال عدة نشاطات وفعاليات تهدف بالأساس إلى زيادة القدرة على مساءلة صناع القرار في القضايا التي تهم المجتمعات المهمشة. الزميلة صفاء الهبيل تطلعنا على دور تجاوب في منطقة المغرقة في هذا المجال. حكايات الشباب في المغرقة تكاد تتشابه، وإن اختلفت ظروف كل منهم. فنضال وحيدي لا يعمل، لكنه ناشط في التجمع الفلسطيني للمعطلين عن العمل الذي يدعم باتجاه توفير فرص عمل للشباب هناك. أنا بقضي يومي مع الشباب أصحابي، ما فيش عندنا نادي ثقافي، فيش عندنا مؤسسات راعية، في عندنا مؤسسة بس للأسف حولوها روضة، مؤسسة فتى، بس بحتك في أولاد عمي وبحتك في جيراني وعلى بلاطة طول للشيشة من الآخر. ولكن مشروع تجاوب للأمانة أضاف لنا قدرات تدريبية، أضاف لنا قدرات إنه كيف نوصل رأينا للمسؤولين لمتخذين القرار. أنا ست أشعر إلي كيان، الناس تهتم فيا،
أنا تخرجت من جامعة الأزهر بكالوريوس علم اجتماع خدمة اجتماعية. عملت في عدة مؤسسات بطالة، في الميرسي كور، في الوكالة، في الأونروا، ولكن العمل اللي كنت أعمله أدوبه يجيب لي هدمتين وأدوبه يجيب لي مواصلات. يعني أنا عمري 25 سنة، لو بدي أفكر في بنا أو أفكر بزواج بصير عمر 35 سنة أو 40. يعني بلاش نقول بدنا نبني دار، بدي أتأجر بالأجار. طب في شغلة أتأجر بالأجار، شغل مؤسسات بطعمش خبز. أما نريمان الرضويين فهي نموذج لتحدي الواقع، رغم أنها لا تزال تبحث عن وظيفة. يعني أنا تجوزت ولما شفت الحياة كتير صعبة، ما فيش شغل لجوزي لأنه عامل، والعمال صار ما فيش لهم أي فرصة إنهم يشتغلوا في الوضع الراهن لقطاع غزة، رحت اتجهت إني أكمل تعليمي بسبب إنه أنا بدي أعيل أسرتي، إنه أتخرج من الجامعة وأتوظف وأجيب أستطيع أني أشتغل وأجيب دخل لأسرتي. لكن في ظل الأوضاع اللي إحنا فيها فيش فرص عمل، وبالأصح فيش تكافؤ فرص، لأنه إحنا شغالين في مجتمعنا على المحسوبية والواسطة. فأنا هيني لجأت أني أكون ناشطة مجتمعية في مجتمعي في منطقة المغراقة عشان أساعد الناس، لأنه أنا حاسة بوضعهم، أنا واحدة من الناس وحاسة بمشاكلهم وباحتياجاتهم. عشان هيك إشي من داخلي نابع أنه أنا أستطيع أني أتوجه للمؤسسات ذات العلاقة أنها تساعد هذه المجتمعات المهمشة. مروة أبو عودة منسقة مشروع تجاوب أكدت لنا أن التجاوب تسعى لدمج الشباب في سوق العمل من خلال برامج الدعم والمناصرة لقضاياهم. ركز تجاوب على دعمهم ومساندتهم من خلال بناء قدراتهم في سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع قدراتهم ورفع قدرتهم تحديدا في تمثيلهم لمجتمعهم المحلي ومناصرة هذا المجتمع من خلال تنفيذ حملات ضغط ومناصرة لحل تلك القضايا بما فيها قضية البطالة للشباب. تجاوب يعمل ويركز بشكل فاعل على بناء قدرات الشباب في نسج علاقة مع مؤسسات المجتمع المدني. تجاوب هو ركيزة لهؤلاء الشباب لدعمهم ومساندتهم في التنسيق مع مؤسسات فاعلة سواء دولية أو محلية أو صناع القرار لحل تلك الإشكاليات. لبرنامج تجاوب صفاء الهبيل، المغراقة. شكرا للزميلة صفاء الهبيل. ونبقى في المغراقة، حيث نجح السكان هناك في تأسيس التجمع الفلسطيني للعاطلين عن العمل. الزميل إبراهيم حمدان يطلعنا على هذه الفكرة والأهداف التي تقف وراءها. في المغراقة اتجهنا لنتعرف ونقترب أكثر من التجمع الفلسطيني للمعطلين عن العمل. هناك التقينا بمحمد لوحيدي المدير التنفيذي للتجمع وتحدثنا معه عن فكرة إنشاء التجمع الفلسطيني للمعطلين عن العمل. التجمع الفلسطيني للمعطلين عن العمل كفكرة انبثقت من الحاجة الماسة والاحتياج على الأرض نتيجة لتفاقم مشكلة البطالة في مجتمعنا، أدت إلى انتشار الفقر في مجتمعاتنا. من هنا انبثقت الفكرة، تجمع قائم على إيجاد برامج هادفة عملية لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة وفق رؤية ورسالة واضحة للتخفيف من معاناة الفئات المستهدفة من المعطلين. أستاذ محمد، ما هي أهداف هذا التجمع؟ يهدف التجمع إلى رفع قدرات المعطلين عن العمل، اكسابهم مهارات وآليات الاندماج في سوق العمل، إيجاد فرص وخلق مساحات للعمل لهم حتى يقوموا بإعالة أنفسهم، تعزيز قيم المشاركة ويصبح المعطل عنصر فاعل في المجتمع، لا عنصر لا يعني لا مكان له في المجتمع. من هم المستفيدون من هذا التجمع؟ التجمع الفلسطيني للمعطلين عن العمل يضم يعني عدد كبير من الشرائح المعطلة عن العمل، من فئة العمال أو من فئة الخريجين. يمتلك قاعدة للمعطلين على العمل في المناطق المهمشة المغراقة ومنطقة الملالحة ومنطقة جحر الديك، تعاني من نسبة عالية من الفقر والبطالة. لذلك كان لزاما علينا أن قيام التجمع الفلسطيني للمعطلين عن العمل. ما هي أبرز نشاطاتكم التي تعملون بها في المغرقة؟ أبرز النشاطات التي نفذها التجمع الفلسطيني للمعطلين على العمل، بداية قيام بمشروع تحديد احتياجات المعطلين على العمل والتعرف على الفئات المعطلة عن العمل، أعدادها، ما ينقصها، ما تحتاج إليه، أولويات هذه الفئات. فكان يعني المشروع الأول لنا تحديد احتياجات والخروج بقاعدة بيانات واحتياجات عن المعطلين عن العمل، ومت
ثم نفذت بعض الأنشطة، جزء منها تطوع، جزء منها نفذت جزء من حملة ضغط ومناصرة على وزارة العمل فيما يتعلق بسياسات التشغيل المؤقت وحرمان قسم كبير من المعطلين على العمل، غياب الجانب المهني في الاختيار على أسس مهنية وضمن الشروط تجاوزها. فكان التجمع الفلسطيني للمعطلين على العمل قام بحملة ضغط ومناصرة في هذا الجانب، نفذ أيضا بعض المشاريع التنموية التجمع الفلسطيني، أوجد مصدر رزق لبعض المعطلين على العمل من خلال التعاون مع بعض المؤسسات الداعمة. من هم شركاؤكم ومن يدعمكم؟ الشريك الأول للتجمع الفلسطيني للمعطلين على العمل هو الفئة المستهدفة وهو المعطلين على العمل، لأننا نحن نعتمد على فلسفة العمل بالمشاركة وفلسفة الإدارة بالمشاركة بناء على تحديد احتياجات. فالشريك الأول معنا لتحويل التطلعات وأمال المعطلين عن العمل إلى واقع ونتائج ملموسة على الأرض هم الفئة المستهدفة للمعطلين عن العمل، ومن ثم شركائنا على الأرض من مؤسسات داعمة ومؤسسات شريكة في هذا الجانب للنهوض بواقع المعطلين عن العمل. الأستاذ محمد لوحيدي المدير التنفيذي للتجمع الفلسطيني للمعطلين عن العمل، شكرا لك. شكرا لإبراهيم حمدان. ونعود للحديث مع عاصف قزموز الوكيل المساعد في وزارة العمل. ماذا عن المناطق المهمشة؟ نلاحظ بأنه المناطق المهمشة أو تلك المصنفة سي حسب الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي ترتفع فيها نسبة البطالة، فهل لديكم أي خطط تستهدف تلك المناطق على وجه الخصوص؟ الحقيقة إحنا نستهدف كافة المناطق وكافة الفئات، نحن نستهدف فئات ولا يعني الفئات والشرائح الاجتماعية حيثما وجدت، اللي هي فئة الشباب بشكل أساسي الذين هم يعني عماد المستقبل، وهم أيضا يعني سارية الحاضر في رفع يعني كفاءة السوق والاقتصاد الفلسطيني. ولهذا السبب إحنا لدينا برامج للخريجين باستمرار، بنحاول من خلال الصندوق أن نستهدف الخريجين، بنحاول من خلال التعاون مع القطاع الخاص أيضا ومع المنظمات الدولية الداعمة لنا فنيا كالILO والGIZ وكل هذه المنظمات، بنحاول أن نستهدف بشكل أساسي فئات الشباب الذين يتخرجوا من المعاهد والجامعات ولا يجدوا فرص عمل، بنحاول أن لكن التحدي الأكبر الآن بعد ما تشكلت حكومة الكفاءات ويعني وضعت المشكلة الانقلاب أوزارها، إحنا التحدي الكبير الآن هو غزة، كيف يمكن أن ننهض في مستوى التشغيل ومستوى ووضع سوق العمل الفلسطيني في غزة. هنا التحدي أنا برأيي الجديد، إحنا كنا منحصر هذا الموضوع في السابق يعني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن الآن نحن إذا ما أتيح لنا سنكون أمام تحدي كبير، وهذا الموضوع هو مدار بحث مع المؤسسات الداعمة، كيف يمكن أن ننظم الجهود لرفع سوية التشغيل، لرفع يعني إمكانية. طيب سيد آصف، في هذا الإطار ونحن نتحدث عن قطاع غزة، هل لك أن تضعنا في خطوط عريضة، خطة تضعونها أنتم يعني متابعة موضوع ملف البطالة في قطاع غزة، ماذا تفكرون؟ يعني شو بدي أقول لك أنت لا تستطيع أن تكون خطة وزارة العمل وحدها، لأنه عندما نتحدث عن بطالة يعني بدنا فرص عمل، الحل إيجاد فرص عمل، وإيجاد فرص عمل يتطلب اقتصاد قادر على توليد الفرص وليس اقتصاد مكبل غير قادر، يعني فرص العمل محدودة فيه. إذا ما رفعت القيود عن هذا الاقتصاد وأتيح له سيكون بالإمكان أن يولد فرص عمل أكبر وأن يتسع مجال الإنتاج ومساحات الإنتاج والأسواق أمام الاقتصاد الفلسطيني، هذا هو الحل الناجع. ولهذا السبب نحن نقوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع كافة المؤسسات الأخرى والوزارات والتربية والتعليم، باعتبار أن الموارد البشرية الأساسية أو الخزينة أقول جلها أو الأعظم منها هم الشباب الذين يتخرجوا من الجامعات والمعاهد الفلسطينية، نقوم بالتعاون معهم. ووضعت استراتيجية مشتركة ما بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق في موضوع التدريب المهني والتعليم التقني، حتى نتمكن من تأهيل الفئات التي ستكون مطلوبة
في سوق العمل وليس تدريب وتأهيل ناس في مهن وفي تخصصات لا حاجة للسوق بها. هنا يعني التحدي، وبالتالي احنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تمكنا من وضع أقسام متخصصة لمتابعة الخريجين وطلبة الجامعات. نعم هذا ما ذكرته لنا في إطار إجابتك على سؤال سابق. شكرا جزيلا للوكيل المساعد في وزارة العمل السيد آصف قزموس، شكرا. ومن قطاع غزة إلى شمال الضفة، حيث تعتبر منطقة قلقيلية من أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة البطالة، وصلت هذه النسبة إلى 23% حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. تقرير الزميلة صفاء عساف من راديو نغم. الفاضي، البلد ما فيها وظائف، إحباط تام طبعاً، للأسف يا ريتني ما درست. عاماً بعد عام تسجل محافظة قلقيلية أعلى نسبة للبطالة، حيث يعاني الشباب فيها من صعوبة في الحصول على عمل، كما تحدث مدير مديرية العمل في قلقيلية خلدون مصلح. محافظة قلقيلية تعتبر من المحافظات المنهودة في الوطن، ودائماً تسجل محافظة طول كرم وقلقيلية من أعلى نسبة نسب البطالة في محافظات الوطن. طبعا إذا بالعودة لعام 2012 و2013 كانت نسبة، إذا نعمل نسبة مقارنة بين نسبة البطالة في 2012 و13 على سواء وال 2014، في 2012-2013 كان في نسبة البطالة تتراوح بين 21.5% و23%. في عندنا بال 2014 ما يقارب 23-25%. تتراوح ليش بنقول 23-25؟ لأنه في عندنا عمالة اسمها عمالة موسمية. العمالة الموسمية بتعني اللي هي موسم قطيف التوت، موسم الزيتون، موسم الحمضيات، وبالضبط والبقوليات. هاي بنعطى العامل فقط تصريح لفترة 3 شهور، بنتهي هذا التصريح بانتهاء العمل التعليمي. حالة من الإحباط تسود بين الشباب في محافظة قلقيلية، حيث أن أعداد الخريجين تزداد دون وجود وظائف تستوعب هذه الأعداد. يعني لا يوجد بيت يخلو من طالب أو 2 أو 3 جامعيين في الجامعات، بمعنى أن جامعاتنا الوطنية سواء جامعة النجاح وبير زيت وبيت لحم وكافة الجامعات في محافظات الوطن بتخرج سنويا 14,000 خريج. درست 4 سنين جامعة وتخرجت من جامعة القدس المفتوحة، بس للأسف يا ريتني ما درست، لأني زي حال أي طالب، خلصت الدراسة وقاعد في البيت بستنى في وظيفة، ما خليتش ولا مؤسسة ولا جمعية إلا تركت بابها علشان الوظيفة وما حصلتش على هاي الوظيفة. هلا أنا شخصيا بالنسبة لي أكيد محبط جدا يعني من الوضع لا شك، لأنه أي إنسان في الدنيا يعني كان عنده طموح إنه يشتغل ويزبط وضعه، ولما الواحد يكون قاعد يعني لا بيشتغل ولا بيعمل شيء ومخلص جامعة ومعاه شهادات وعنده اكسبيرينس عالي، فهذا الاشي اكيد راح يكون احباط شديد. الفاضي قاعدة في البيت لا شغلة ولا عاملة، دورت على شغل ما لكيدش في البلدي، بتمنى انه يوفروا لنا وظائف تناسبنا وتكون منيحة. مدينة قلقيلية أول المدن الفلسطينية التي تأثرت بالإغلاق وبالجدار الفاصل، وهي إحدى القطاعات الشمالية 3 الواقعة ضمن إنشاء الجدار الذي يلتف حول المدينة لمسافة 3 كيلومترات، والذي كان له دورا كبيرا في زيادة نسبة البطالة. عدا عن ذلك إنه كيف أثر برضو الجدار الفصل العنصري على الازدياد من نسبة البطالة؟ أولا كنا بنعرف من كان السوق قلقيلي مفتوح أمام إخواننا داخل الخط الأخضر، كانوا يعني بكثرة يجوا يدخلوا بضاعة وطلبوا بضاعة ويشتروا، كان من ناس كثير عاملين بسطات، وبالتالي انتهى شغلهم بانتهاء بإغلاء كل الجدار هذا، مما أدى إلى خسارة نسب كبيرة جدا من فرص العمل في سوق العمل الفلسطيني. حسب مركز الأحصاء الفلسطيني 23% نسبة البطالة في محافظة قلقيلية، نسبة تدعو للقلق وتحتاج لتضافر الجهود بين كل الجهات من أجل إيجاد فرص عمل للجيوش العاطلين عن العمل. لبرنامج تجاوب صفاء عساف قلقيلية.
شكرا لك زميلة صفاء الساف. لكن قبل أن ننهي حلقتنا نذكر ببعض فعاليات مشروع تجاوب خلال الأسبوعين القادمين، حيث ستقوم اللجان المحلية في منطقتي عزون وحبلة بعرض خططهم على المسؤولين بغرض أخذ آرائهم حولها وحول إمكانية تنفيذها. كما ستقوم جميع اللجان المحلية في تجمعات فروش بيت دجن وأم سلمونة وعزون وحبلة والمغراقة والملالحة بتنظيم يوم لعرض خطط الدعم والمناصرة لأهم الاحتياجات المجتمعية هناك. بهذه المجموعة من النشاطات نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تجاوب التي تناولت موضوع البطالة.